متتبعي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا الآن في بيت الأخ سمية، اسمح لي، ما عرفت، منير أخ منير. أخ منير، حسب المعطيات اللي عطانا والقصة اللي حكى ليا، أنه كان كل عام كيدير فندق الخروف. هذا العام اللي داز، يعني العيد الأضحى اللي داز، كان كالعادة أنه باغي يدير فندق الخروف اللي كي في الأحياء الشعبية وفي الإقامات. كتعرفوا دابا ولا السكن اقتصادي، ما كاينش بلاصة، ولا فنادق الخروف بكثرة، ولا مشروع ديال أي شاب يعني كيديروا في مناسبات. الأخ منير ولد دربهم جا عنده، قال لي بغيت نتشارك، باغي تشارك معاك ياك؟ باغي تشارك معاه. الأخ منير رفض، قال لي لا، راه عندي دراري معايا، راه هما اللي يعني الناس اللي كاينين، راه هما اللي كاينين، ما يمكنش ليا. تجمع لي شي وحدين. هنا سالت سال بينه وبينه يعني الحوار، يعني فإذا به قام الجار ديالو هز جنوية، ياك، مشى طلع للدار وهز جنوية. كنت تجالس كتصيب البلاصة، ما بك ما عليك. فإذا به كيتعرض للاعتداء، يعني شفت الفيديو، يعني عن قصد ضربات قاتلة. جات ضربة في القلب، ضربة في اليد، وضربة في الكتف. الأخ منير الحمد لله على سلامته، دخل الإنعاش جوج المرات بسبب هذه الحادثة. الجار ديالو هرب، فإذا به يعني بقى روشيرشي مؤخرا، ياك، مؤخرا تضبط في مطار محمد الخامس، كان مهاجر لدولة قطر، تحكم عليه في المحكمة بعام. أخ منير يعني ما استغرب، ما عجبوش بلاش هذا الحكم نهائيا. قال لك أنا يعني كنت غادي، يعني الموت أكيد. فإذا به السيد كياخد عام، كيتساءل أن عام ديالاش كيفاش. نعرفوا القصة الكاملة من عند الأخ منير. سلام أخ منير، السلام سيدي، السلام عليكم. عاود لينا القصة أنت اللي عايش السلام فيها. عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا واحد السيد منير، تنسكن مشروع حسن ثاني، بالضبط إقامة في العمارة 17. أنا واحد السيد عساس ديال واحد مبادرة ديال التنمية البشرية، خدام، وكل رمى عيد كبير تندير إقامة الخروف، تندير من طيب بحال أي واحد تيبغي كما تيقولوا حلق على المسروق. ديما كل عام تندير، تقريبا 10 سنين وأنا تنخدم في هذا المشروع، خدام في هذه البلاصة، خدام فيها 10 سنين وأنا خدام تندير إقامة الخروف. السيد جا عندي كيما تيلعب، ما عمره ما خدم معايا وما يخدمش معايا شي واحد، حتى انا الحواله مسؤوليه، كاين اللي عشري حوالي 120، كاين شي حوالي 100000. غنجيب واحد اللي تقرقب ليا ويجمع ليا الجوقه ويجيب لي ديما مقرقب، ديما يدير مشاكل مع الجيران، ما يمكنش. قلت له ولدي، قلت له اسمعني، سيعطيني اتساع، سيدي لك شي لافير اخرى، تابعد مني ما وأصلا تسمعش ليا. السيرة ديالو خايبة. السيره ديالو مع الجيران كامل، كون داروا شي بحث غير يسمعوا كل شيء، حيت البوليس ما درش، الامن ما داش البحث ديالو، واحد ما دار البحث ديالو. نتوما بحثوا معاكم، نتوما راه عندكم الطرق ديالكم ووسائل باش تعرفوا كلامي صحيح ولا ماشي كلام ديالي صحيح، ماشي غير في الدريبه تقريبا في العماره 17، هو ما تيبوش العماره 17 بهاد لاباس ديال العماره 15، العماره 17 معروف، مشاكل مع الجيران، سرقه، وما يصلحش ليه. جيت كيف شي حوايج غيجمع ليا الشوقه، والناس خص يجي يلقى حولي ديالو في امان، لقي حولي الحبيب واكل شهر، ماشي حدا سكين يجي عيالات من حقي، ما يخدمش معايا شي حاجه مفروغ منها. سيدي بغيت نخدم، راه ما عنديش ولا تخدمات شاب بوحدك عادي، كي ما تصلحش دير شي لافير اخرى، انا ندير معاك شراكه، دير شي جلبانه، دير شي حاجه اخرى، الله يسهلك. اقامه الخروف تيجيو لي الناس بعقلهم، هذه الهضره ما قال لهم مازال، فهمتيني؟ ما علينا. هذيك النهار انا مريح ندير اقامه الخروف، تنبني فيها، عاطي في الدار، تنسمعش وانا باش نخدم، علاش ما تخدمنيش؟ تسوقتوش، ما درتي شي حاجه، انا خدام عاطي في الدار، متكي على ركابيه. تيجي السيد كيف واحد الحال، واش ما عرفش ليش، واش شي لادوس ولا ما عرفش، سكران ولا ما سكرانش، مقرقب ولا مقرقبش، شي علم بالله، مو مسيت جاهل. عطي الدار تدورني، ما تيدي يهضر، تخليه يهضر على خاطرو، وخليه يهضر يتكلم وغير يمشي بحال هاكا، ولا فريق مقطوع ما كاملش، دابا تعطيه مو فلوس الدار، حيت هو خصمو اللي ما عطاتوش، ديما تيدي بالبال في العمارة، إلا ما عطاوش ما يكمي ولا شي حاجة، ديما تيدي المشاكل في العمارة، ديما دار السانسور، ديما دار. ما علينا، تسير واحد اللحظة تندور، خصك تموت، ضربة في القلب، تصدمت انا، ما توقعتهاش من هذاك، ما توقعتهاش.
ضربه في القلب. المجرم ما فهمتش انا خص تموت بحال هكا، تيقول خص تموت كيقولها لك بحال هكا. كاينين شهود ماشي كاين واحد، لكن كاين فوق 30 واحد يشهد لك. كاين فوق، ما كاين فوق 30 واحد يشهد لك ولا شي مشروع كامل يشهد لك اللي شاف حركه مع الصباح. تيقول خص تموت، تيضرب ضربه، تيضرب واحد الضربه في قلبي كاليشه بليدي. الدري تيطلق، تيطلق لي تحدر، انا خصني نعطيه ليدي. تدخل من هنا تخرج من هنا، تضرب عرفتي ليدي سبع طعنات، باش هاد سبع طعنات من غير الطعنات اللي خفاف في القناه شي ما نهضروش عليهم، تنتنش بالانبوشه كما تنقولوا حنا، باش تدخل لك موس تخرج منك. واحد الوحده تنزف تنقول لي فلان خليني نعتق راسي لا غنموت، يقول لي لا خصك تموت ما تمشيش. مي تنزف تنقول عرفتي واحد عرقتي ما نعاودش لك، تيطيع شنو واحد عرق، واحد عرق انا واعر في هاد البلاصه تيدير هاب الدم. تقول لي خلينا نعتق راسي يا عباد، خلينا نعتق راسي. يقول لي لا خصك تموت بحال هكا، هاد لافاسو بهاد بات لافاسو، هادي بات لافاسو، يقول لي خصك تموت. وكيضرب بحال هكا تيضرب تنكالي على عندكم فيديو، لو كان تعطيو هاد الفيديو لعباد الله راك نتوما شفتوه وشتيت يا شخصي، يا شتو شتو شتي هاد الفيديو شتي، غادي يوصل المسؤولين. ما يكونش هاد الحكام هذا، ما يكونش هاد الحكام هذا، راه يهرب لك عام. او نقول لك شي حاجه برش وحدينا صاحبي شي حوايج خادو عام، عام ونص شي حاجه بغى يهرب ليا. ماشي ما انا كنعرفو حنا، حنا كاملين بحال شعبي كنعرفو الاحكام اللي واقع ولي واقع. المهم كيفاش تعتقتي منه؟ ما تاع عباد الله تابعني هنا باش نتفك منه. شي واحد في الدرا، شي واحد ديال طبقه ديال الكوش يقول لي زكا، تيقول لي بغى يضرب عباد الله، وحدين الاخرين بغى يضربهم. زكا واحد خاينه بوجو، زكا واحد خاينه نبغي نغزو، تيقول لي خصو يموت. انا غادي هربان تابعني واحد المسافه، راه الدراري لكن واحد من الحاضرين اللي حاضرين وخو اللي حاضر يقول لك اش واقع، ماشي بوحدي نقول لك هادشي. تابع شي 1000 متر من حد العماره 17 تحت السيطره اللي تخرج على القواش بحال هكا للسبيطار، هو تابعني انت تيحبسوا فيه، تيقول لا خصو يموت. كاين جا الامن ما داروش معايا بحث ديال الصيدليه، الصيدليه شاده الكاميرا ديال الحانوت ديال القهوه، الكاميرات اللي شادين كاينش حتى واحد ما بغى يعطي الكاميرا. ما فيش باش يعطي، لا خصو ياخذو باذن جا الامن، فهمتيني. ما كاينش الحال ما يجيش يعطيك ويعطيني، انا شحال وانا جالس بريت ما كاينش اللي نجيب هادشي. السيد اللي عتقوني هزوني، الله يرحم الموالدين، مات البيان بارتنك، الله يرحم الموالدين فات النار، وما ننساش خير، وما ننساش خير في الدري كامل، هما اللي عتقوني، هما اللي غوتوا على ما انا معدي لا حنين لا رحيم، لا خوت لا خوات. خوك تيني عندي وليات الله يخلي ليا ويخلي وليدات عباد، الله يخلي لهم حتى وليداتو، تيجي يشوفني ويطلع عليا خوك وحداني. ما كاينش اللي غيعتقني ولا شي واحد يوقف معايا ولا شي حاجه، انا بالنسبه لي ما كاينش اللي غيوقف معايا، لا حنين لا رحيم. شي واحد هذاك بجنبك تنزف، درتي خطبون تهزو فيا، تنحس براسي غنصب وتهزو فيا. كاين واحد الدري عالي، كاين واحد الدري حمزه، كاين واحد الدري هبل، كاين واحد، كاين بزاف ديال الدراري ما نساش خيرهم، بزاف الدراري السميات ديالهم ما نساش خيرهم في المنبر هذا، فهمتيني. حمزه وصلوا الدري مساكن، بزاف الدراري ما نساش خيرهم، بغيتهم اي حاجه يعاودوا لك المنبر اش واقع، يعاودوا كاش واقع الدراري ديال الحمزه خاطفين واش دغوا. هما اللي حيحوا على بالغرابيه يوقفوا معايا مع في السبيطار باش عتقوني، تيقول لي خاصو تموت. الدري وقف مع السبيطار باش ما يداوني السبيطار، ما قبلنيش محمد الخامس. كل تنزل جمعوا لي داك الجرح وجمعوا لي العباء، قال لي ايرجو حضروا لي مساكن خلصوا لي هما. انا في واحد الحاله يوصي، هما اللي خلصوا لي لابيلونس، هما اللي داوني، هما اللي عيطقوني في ميريزكو، هما اللي فوق معايا. شي خطره تندخل الانعاش ما فهموش اش واقع لي، الضربات فيه السكانير، شحال ديال السكانيرات، السكانيرات، السكانير هذا، السكانير ديال الليد، روينه ديال السكانيرات اخويا، كل خطره تيعرفوا الضربه فين وصلات. تخلي البدريات ديالي العروق، ضربوا لي عروق ديال الخطر ديال الليلي، ضربوا لي عصب العقل حد الان شليلي، واخا تنضرب ما لقيتش شي حاجه ثقيله الحمد لله. قالت لي الحمد لله ليدي الكاتع كانت الحمد لله ربي كبير. صورت لي الا جيت دابا نهضر معاك نتعرى ديك غتشوف غتبوس داكشي الصور وليت كتصاور. شفتهم ما يمكنش بلادي ما يشوفهم، يشوف فيهم يتبوع. نقول لك مثل مين مره يشوفهم بلادي تيتبوع بالله، هذا الرئيس اللي حكم عليه يشوفو يتبوع. ما فهمتش هاد الكبده، شي واحد يبغي هادشي اللي بغيت يطلع هاد السيد هذا اللي انا ما فهمت والو خويا. هاد السيد دخلتي الانعاش شي خطرات انعاش ما تمشي علاش تيخرجوني عاوتاني شحال وانا في الانعاش، ملي خرجوني عاود غيبت شي خطرات انعاش نزبت. في الشهاده الطبيه شحال درتي نسبه العاش وشحال ديال الشهاده الطبيه خويا اللي دليتي بها للسلطات؟ درت بها 30 يوم، ولكن فهمي اخويا المشكل طرا لي انا وحداني، ما كاينش اللي يديني. وقت اللي كنت مريض بقيت حتى صحيت واحد المده ديال واحد المده تقريبا ديال شي 20 يوم ولا شي شهر، فهمتيني 20 يوم عاد مشيت تقريبا بديت نخف تنوقف على رجليا. اما فيك حال الدراري هما اللي كيجيبوا لي ما ناكل، الله يرحم لي الوالدين، الدراري هما يجيبوا لي كانوا يوقفوا معايا يجيبوا لي ما ناكل مساكن ويجيبوا لي كذا، ما كاينش اللي يطيب لي ما كاينش اخويا، فهمتيني. انسان وحداني ما غنتكاتش انا مع واحدين عندهم فلوس،
واحد عنده خوف بنكا، عنده عائلته في الامارات وعنده عائلته في قطر، ما غنتقادش مع مدى بوبري. بالنسبه لي هضرتي ما مسموعاش، كلامي مسوس بحيث ما حاشاك حشره تهضر. يعني انت ما لقيتيش، يعني انت بوحداني ما ما لقيتش كايناش اذن صغير العائله. خويا، انا ما لقيتش اذن صغير، ما كاينش اللي تسمط ليا. هذه تبعت شكايه وتبعت مسائل، بقول لي شي قلاب جا هنا لدارهم وكذا. ولكن بعد واحد ما تيدور داك الاحياء ما كاين اللي بحث عليه لا والو، من ورا فاش ضرب لقيتيه كيدور آه باقي سمعت عليه في البيت، نسمع عليه في القناه شي دور بروشيت مثلا، دار مخول الدار بغى يبيعو خوه الدار، عندهم ديور ماشي دار واحده، يعني الدار سدوها، يعني غادي يمشي السيد غادي يمشي لقطر اللي خليتي تركز. كيصيفطوا لي عباد الله على اساس باش يعطوني الفلوس، اش غندير بيها انا؟ النفسيه الاولى نبيع دمي، ما نبيعش دمي انا، انا ما دار نبيعش دمي. واش دارهم؟ اه جاو دارهم، جاو عند الناس يعطوا لي عباد الله، ما سيطوش لي حتى الناس ديال الدرب، حنا بغينا نمشي معاهم. طلعوا على الجيران، طلعت بغيت نجمع الجيران، فهاد هضرت انا وقلت معايا بحث، الا ما كان كان خادنا عام عطوني العشرة، نسيني عليها والله تنسيني عليها بالله. الا كان كلامي انا غلط، طلعوا عند الناس ديال العماره وطلعوا عند الناس ناوي داير التدريبات، شي واحد ما بغى يمشي معاهم. قال لي لا مشيتش معاهم، داك السيد كيفاش قتلوه؟ السيد كان غيموت، الا كان مات وحيا هذاك. سطع لي شي ناس مشي بلايص اخرين، سطع لي شي واحد اللي كاينين شي حلفاء دياولا، فهمتيني؟ سطع لي معلم على اساس باش يعطوني فلوس، فلوس ما نبيعش دمي. درت واحد النهار عيط ليا، وانت اش بغيتي هادي بلا يهددني، هضر معايا واحد النهار شويه، هضر معايا بالتهديد، يعني واحد الاسلوب كان انا ما غتصور والو، دارنا غيوقفوا معايا والله الا ضربت نهار بحال هكا تيدك مع تلافاش قلب على مرتك وعيط اه لك تي انا بلاتي ولا ساهل باش قال نمشي نخدم في تيران، انا ماشي في الحياه كل اي واحد يعيط نعم. لي بالدراري ساهل، انا ماشي مشكل حتى نعساش يعطوا لي بلي بغا ساعه ديال الكره تنعطي ساعه، انا عساش ديال التيران الحمد لله ونشكره. من بعد الناس فاش قربوا باش بغاو يتصرفوا عليه هما الوقت وشدوه، المهم قبل منها كانوا تيصيفطوا لي عباد الله مشي مع شي دري يجي لك شي، صيفطوا لي ديك الناس على اساس باش ما بقاش نسمح تنازل. يديروا ولادك، يدير ولد هذا، يدير ولد هذا، يدير واحد اخر، حس براسو بانه عدو لي وقت من حيت ما لاتي واعرين خرج منهم هو. انت قول كون ضربك شي ضربه عاديه تقدر تسمح، ولكن هي مشات القضيه تال يعني القتله. تنقول ليه كون حسيت بيه في عينيه ندم، تنقول لي غنموت، يقول لي لا خصك تموت ما خصكش تعيش. ولا انا ضربت معاه مثلا، حنا ضربنا رجال عادي، ضربتي تتسامحوا رجال، لكن انا ما ماشي في النيه ديالي نتصادع مع اي واحد. ولا كانت تقريبا سنين هادي ما بقاش عندي النيه، واحد السنين بدلت حياتي، بقيت نسمع في ودني وتنقول علاش، على قبل الوليدات، على قبل ضربت الخبز، فهمتيني؟ لا فهمتي الحوايج تابعك مسؤوليه، ما بقيتش ديال نفسي انا ديال راسي اللي يمكن لي ندير شي حاجه طايشه، ولا يمكن لي نمشي لك نمشي الحبس، انا ما بقيتش ملك ولدي مسؤوليه، ومسك الوالديه خصني ندير عندي مسؤوليه، ما بقيتش مسؤول باش ندير شي حاجه صيبيانيه ولا ندير شي حاجه ترجع لي اللور. اصلا انا عندي واحد الروطار في حياتي ديال شي حوايج قدام، ما يمكنش لي نزيد روطار، فهمتيني يا خويا؟ باش نفهمك اش واقع لي، انا بدات حياتي ما بقاش سمح لي باش ندير شي غلط ولا ندير شي حاجه تافهه ولا ندير شي حاجه كذا. خدام الحمد لله تنعوض لك الروطار اللي عندي، باغي نكون مشيت نتمنى نتزوج ندير نبدل فهمتيني بزاف الحوايج، ما هي عندي وليد مطلق المرأة اللهم، المهم الحمد لله بخير. عندي وليد راه تقريبا عنده 17 عام، عندي مسؤولية، عندي مسؤولية خويا باش نقوم فيها، عندي مسؤولية ما علينا، عندي مسؤولية السيد سيراسي السيد قلتي جاو العائلة ديالو، جاو العائلة ديالو وجاو كذا، جاو عندو باش يهضرو، جاو عندي لا سمح لي جاو عندي دارهم ليا على اساس باش نسامح، بغا يعطوني فلوس، علاش غنعطوني فلوس غندير بيها؟ برد الناس يقدروا بغا يعطوني شي ثمن، انا ما واخا يعطوني اللي يعطوني ما يعني شفتي الموت بعينيك، ما ماشي الموت لا شي حاجة، راه شي صدقة اخويا، نقولك من هذيك المنبر، راه شي صدقة ولا شي لاجر درتو والله العظيم حسب الله، شي صدقه ولا شي ربي شاف من حالي، اما انا راه مت وحيت، راه الناس شي الا درت من البحث ديالكم غتلقاو عباد الله يقول لك هذا، عباد الله تيبكي تيقول لك مات في العين محال شي يعيش. انت كيفاش وصلت الخبر انه تشد في المطار كان مسافر لقطر؟ كمل كمل مي دارهم بيعطوا الفلوس، واحد اللحظه دارهم جاو عندي بواحد الصيفه ديال ما بغيتش تسامح غنعطيو الفلوس، كل ما نعطيو الفلوس غتاخذ فلوس، ما اللي ما نعطيو الفلوس يعني كاين مثل ميلمر، وقالوا الوحدين الاخرين وجاو عندي كانوا وحدين وهضروا معاه في التليفون، بحثوا لهم هو ما داش واحد يصعب، وقالوا لي بغيت فلوس ما فاش فرحت هو
الله اعلم، لكن فينا كان احنا البشر فينا الخايب وفينا الزوين، ما تروش على شي حاجه مفروغ منها. انا واحد النهار مريح مع على بالي بالتيران، تسمع الهضره ديال باقي متشد ما تشد ما على باليش، قلت انا رجال حد الامن انا ما تسوقش الهضره ديال عباد الله، قلت انا غيت رجال الامن راه حتى نعطي من النمره، حتى رجال الامن تمشي عندهم تيقول لي عطيتهم النمره، قال لي وقت اللي غيشدوه راه غنعيطوا لك. تنقول لهم ديتهم واحد المكان كنخبي فيه واحد النهار، قلت لهم عاودي معايا واحد المكان فيه، قال لي لا خليه بحال هكا بهذا الاسلوب، النهار اللي غيتشد شي حاجه راه غيشد عليك. قلت لهم راه سمعت لي مخبي بواحد الدار برنوسي، واحد الدار كدا راه كاين، راه سمعت العنوان ديالها اريونس داري بحال هكا، راه سمعت عليه في هذيك البلاصه راه كاين واحد. ما كلام بالسوس، ما كاينش اللي غيتسوقك اخويا، نقول لك اسمعني ما كاينش اللي غيتسوقك. المهم صحيت الحمد لله، تمشي عند رجال الامن. هاد السيد واحد النهار تنسمع من عند الهضره دايره راه فلان راه مشدود، انا قلت لشي الامن راه يعطوني واقيلا في المطار ولا شي حاجه راه مشدود راه يعطوني لي رجال الامن. شو واحد ما عيط عليا لا هو في روشيرشي واش كان داير شي جرائم اخرى من غير هذه اللي انت في، واخويا اي حاجه تيديرها هو يعني ماشي واش كاينه غير القضيه ديالك ولا كاينين قضايا انا اخرى تشد عليهم؟ انا ما نقول بشي حاجه متاكد من ما قالك شي كاج، المهم شي حاجه اخرى حدا راه المشاكل كامله تتفارى ماديه تتفارى تيدي المشاكل، الانسان عنده الفلوس مكن هادشي شنو نقول لك، اي حاجه بنادم تتفارى شي مشاكل ولا شي حاجه تتفارى، شحال خطره مشاكل تتفارى فلوس يعطيها لعباد الله تتفارى مو عنده اللي يدخل ليه وعنده اللي مو، انا ما يعطينيش ما باغيش فلوس ما باغي والو، انا باغي حقي ما عنديش، انا باغي حقي عندي ما ندير فلوس ما عندي ما واش يعطوني اللي عطوني اخويا ما نبيعش دمي. سي هاد المجرم هذا اللي تنقول لك انا هاد المجرم موت ما عيط عليا حتى شي واحد، حتى واحد ما عيط عليا، تنتسنى غيعيطوا ليا باش يستوجبوني ولا بحالي بحال البشر بحالي بحال اي مواطن، حتى واحد ما استوجبني اخويا، حتى واحد ما هضر معايا، ما كاينش واحد ما عيط عليا ولا قال لي اجي ولا شي حاجه. تنتفاجئ واحد النهار عيط عليا ما شكون رجل امن ولا شي واحد ما عرفش، تيقول لي واش تا المسمى فلان، قلت له اياه، ويقول لي وراه سمعت لك السيد غتسمح لي، راه قال لي غتسمح لي ودوز دوز قلت له السيد مرسال الى يوم الدين غنتبعوه انا، قلت له شكون قال لك انا غنسمح لي هذا السيد، شكون قال لك انا نسمح لي، شكون نسمح لك غتسمح لك فلان فلان غتسمح لي، قلت له شكون قال لك انا باغي نسمح لي انا، نتبعوه الى يوم الدين انا اخويا راه غنموت انا، اقول له دوز دوز المحكمه الابتدائيه هو غدا سمعت عليه تشد ثلاث يعني دار لي تمديد 5 ايام من ثلاث حسب شحال النهار حتى الحد الحد في الصباح تنشوف انا شي ما عجبنيش ديك المنظر تنشوف انا ما عجبنيش تنشوف تبان لي الدنيا ملعوبه واش الله اعلم ما حضرتيش المحكمه تنشوف عند وكيل ما تكتب شي حسيت بيه كبير عليا انا ما غنتقالش مع واحد عنده فلوس وكذا حتى الاسلوب اللي شدت فهمتيني علاش غيدوز اصلا ابتدائيه ومحاوله القتل راه داك السيدي لو كان شافو شي واحد عنده ضمير راه ما يصيفطوش محكمه السنان ما سيبتوش محكمة ابتدائية، لو كان شي واحد صافي مع عمو وعمولاه راه ما سيبتوش محكمة ابتدائية اخي، حنا تنعرفو المساطر و تنعرفو واش كاين، ما سيبتوش ما خصوش يمشي اصلا محكمة ابتدائية، نقول قانونيا هذاك الشيء تشوف هذاك الفيديو انت شتي براسك انت وشافو السيد وشافو الناس ما خصوش اصلا يمشي محكمة ابتدائية، ابر الصور الصور هذه شوف فيهم انا بعد القلب ديالي وشاف هاد الصور بنادم ما تقبلش هاد الصور ما قبلتهمش انا. المهم باش تحكم لقيت راسي في الاخر السيد خدعان هو تا فصل ديال حبس السلاح تيقول دابا نوصلو ل5 سنين وكدا تيقولو قوانين ديالهم انا شي بنادم خد شي احكام خدوهم راه عاش ياخد عام. شنو كطالب اليوم الاخ منير؟ انا خويا بطلب شي حاجه باش بغيت حقي يتحاكم بحالنا بحال اي ولاد الدراوش اللي يتحاكموا بحال ولاد الدراوش اللي يطبق عليهم القانون تا هو يطبق ماشي يطبق علينا حنا الدراوش يعني عام قليلة خويا شي الفيديو ما نكذبوش عام انا ما فهمتش عام واش عام حمس السلاح قال لك العقوبة ديالو توصل 3 شهور 8 شهور ومحاولة القتل نهضروا عليها راه الفصل اللي عنده هو راه عنده راه ماشي راه الشروع في القتل صديق تنقول لي انا خليني اعتق راسي غنموت يقول لي لا خصك تموت وكيضرب يا خويا 7 3 حمد 4 صديقي شحال من ضربة صاحبي راه لو كان بالامكان ديالكم ديروا الصور والله المشاهدين بالله الا ما قلتش تفرج بهم بنادم بالله ولا قلتوا للمشاهدين شوفوا هذاك الفيديو تشوفوا هذا الفيديو ما تنمي البارش نقول لك المشاهدين ولو تشوفوا اخويا هذاك الفيديو بالله الطريقه باش يضربني ولا تشوفوا الصور ولا رجل الامن ولا هاد الناس اللي داروها اللي دار اللي سيبطوا والله كتبكي بالله بالله كتبكي بالله هاد الناس نشوف انا ادعام واش بغوني ناخذ حقي بليدي انا
بقاش باغي مالك لا بس ما بغيتش عندي مسؤوليه عندي ولاد انا عندي شنو عندي مسؤوليه ولدي في واحد السن خصني نحضيه خصني نقابلو واحد السن ديال المراهقه خصني نلقى حدا ولدي حشومة عام لو كان الامكان ديالكم نتوما شوفوا بلي ديك الصور وشوفوا ديك داكشي اللي واقع ديك التصاورات الفيديو طريقه باش يضرب اسلوب باش يضرب كيفاش جاني من اللور وغادي هذيك مع صفحه الاسره والترصد راه بوحدها راه فصل ديال اخويا يعني في الفيديو كيبان انه خارج هابط جاي متمكن وجاي مع سبق الاصرار والترصد مع سبق الاصرار والترصد اخويا اوكي خويا جاي شي الفيديو كيفاش جاي ليا كيفاش متربص كيفاش جاي تيهضر فهمتيني اخويا جاي هاد السيد هذا وجاي الاسلوب باش يضرب بشوم الرحمه خصك تموت تابعك ماشي بدا تيضرب وشي انبو ضميره زعما هرب ولا شي حاجه بقى تابعك لا خصك تموت واش يهضر معاك شوف انا كي اللي غيفاري عليا انا ما نضربش انا هادي الحبس شوف انا ما عندي اللي فاري عليا ما نضربش انا هادي الحبس متمكن يعني عارف راسو دار مش عندهم وعندي فلوس انا شوف انا متمكن ما نضربتش انا هادي الحبس انا شوف انا ما ندير ملي تيهضر معايا بهاد اللعبه خاصني وكان ما نضربش انا هادي الحبس دارنا يفاروا عليا كاين اللي يتبعني اوكي خويا منير الرساله ديالك وصلات للمشاهدين كما سمعتوا مشاهدين الكرام ان الاخ منير يعني الحادث اللي تعرض ليه والحادث اللي تعرض ليه يعني اثر عليه تعرض ليه يعني كان قاسي وقاسي بزاف عليه يعني شاف الموت بعينيه الضربات اللي كانوا قاتله يعني كيتساءل انه سنه من الحبس يعني ما كافياش للمحاولة القتل تحت الإصرار والترصد يعني كاين الكاميرات كاين الأدلة لكن كل شيء أنا أكذب عليك إنسان أنا مرت نفساني ما تنعش والله يا خويا ما تنعس مرت نفساني كلي تنترعد رأيت فوش واحد يجي بعد خطر كلي كلي تنترعد مرت نفساني أواه أنا خويا ما يتقبلش العقل عام ديال الحبس عاش عم يعطيني شي فصل تيدل على شي يعطيني شي حاجة رأيت الله يا خويا أمن بالله واللي خلق الدنيا والدين ما تنبيه ما تقول إلا حاضر الواحد السيد سكريان شفرش بيتر ريبوكي كي كنقول لك نعاود نقول لك قلتها في واحد القناه اخرى الا عام ونص هذا شاف شمن وخايد قتله وداخل الحبس عام ونص بنادم خايد اصاحبي هذوك شي حاجه هذاك من المنبر والله يصاوب الله يصاوب راه شي حاجه عام ديالاش